خلينا نبارك لك. من شهرين كان زواج بنتك الصغيرة، الله يخلي لك إياها وإن شاء الله ألف مبروك. خليني أعرف شو كانت وصية جهاد الزغبي لبنته وهي عم تمشي قدامه ورايحة وخلص يسارت ببيت تاني؟ على فكرة هاي بنتي صغيرة درس السينما، يعني لها علاقة بالمهنة تبعنا، فكانت وصيتي إنه لا تنسي مهنتك أولا، واثنين خلص نحن دورنا انتهى، نحن صفى دورنا استشاري أنا وأمي، وبالتالي لما بتحتاجينا موجودين أي شيء حياة تاخذي قراراتك، نحن اللي علينا قدمناه. واتوقع واعتقد انه انت حتى فكريا حتى بمنطق التفكير والقرار قادره على انه تتخذي قراراتك بنفسك. هل يا ترى وجودك انت والست ضحى الدبس بنفس المهنه، هل هذا الشيء عم بيكون مريح ام متعب بالنسبه لحياتكم العائليه؟ هلا شوفي، هو بصراحه بالمهنه هو متعب جدا، عرفت شلون؟ وبالتالي من هون بيقولوا لك، كانوا يقولوا لك انه الزيجات الفنيه ما بتستمر، هي مو قصه مثل ما الناس بتفكر، لا، لانه المهنه صعبه، لكن كيف انا بنظر لها وهي كيف تنظر لي. يعني هلا مثلا راح اعطيك مثال، انه لما يكون هي عندها شغل وانا قاعد بالبيت، انا ما تفرق معي، يعني انا كنت مثلا لما البنات هن وصغار لساتهم بالأقل من سنة، نظف لهم وحممهم وطعميهم وغسل لهم وعمل لهم كل متطلبات الأم، عرفت شلون؟ أنا بطبخ كل شيء. حلو، متعاون معناته مع الصدق. طبعا، يعني لذلك أنه لما بدهم يأكلوا يعني بدك تطعميهم، هدول أولادك بالمحصلة، فتعلمت الطبخ منشان أمنهم. زي مرة يعني راحوا قالوا لها لأمهم طبخ بابا أطيب. وبنفس الوقت هي تتعامل بنفس الطريقة، وبالتالي هي القضية قرض ووفاء، يعني دين ووفاء، عرفت شلون؟ بهاي المهنة، وإنه نحن اثنين في مشوار بدنا نعيشه، في أولاد خلص نحن جبناهم على هاي الحياة، بدنا نكمل شو بيقولوا، يعني خلص نقوم بواجبنا تجاههم. لأي درجة بتشعر إنه في منافسة بيناتكم؟ مستحيل ما في منافسة بيننا، لسبب بسيط، يعني مهما شئنا ما بين أي أنثى وأنا رجل، يعني لا يمكن تأخذ دوري ولا يمكن أخذ دورها، فما في هاي المنافسة اللي بيعتادوا عليها. وبالعكس يعني طالما نحن متفاهمين، وأنه حتى لو يشتغل، أنا مرت فترة أنه هي قاعدة بالبيت فترات منيح يعني ببداية حياتها الفنية، وأنا كنت بالشغل، وأحيانا نغيب 3 أشهر وأربعة أشهر يعني بالشغل برات دمشق. طالما هذا مردوده بالمحصلة على هاي الأسرة فما مشكلة، يعني كأني أنا أمثي. نحن منشوف أنه الست ضحى الدبس على الشاشة بتبين إنسانة عصبية ودائما في عندها الروح اللي أنا ما خرج حدا يحكي معي، هل هي بالحياة هيك يا ترى أو هي بس هيك على الشاشة للجمهور بتبين؟ لا، هي على حسب الشخصية اللي عم تشتغلها، يعني شلون؟ يعني هلا أنا مثلا مبين إني كتير هادي، بس بتجيني شخصيات بتكون فيها شيء له علاقه بالعصبيه، او يعني هلا بتشوفي مثلا رده قلبي، بتشوفي واحد تعلب برده قلبي، تعلب بالقعده. يعني مثلا راح اعطيكي مثال، اول ما تعرفنا على بعضنا، اول ما بلشنا الشغل، فانا اشتغلت ثلاثيه اسمها الفنان والحب، يعني كانت اخراج كان احد اساتذتنا الله يرحمه توفى، فانا كنت دور شوي لئيم، رياض عصمت، عرفت شلون؟ ماشيين بالشارع واقفين عم نحكي، فقلت لك يلا تعال نروح من هون، فبالتفت بلاقي واحدة بتطلع فيني، ففورا ناولتني بوشي، قالت لي لئيم مو بس بالتمثيل وبالواقع. بتعرفي انه الفنان بشكل طبيعي دائما تحت الضوء، دائما تحت الضوء. هلا بالبيت مختلفة، هلا هي عصبية بطبع وانا عندي هاي الحالة، بس يعني احيانا الا لزوم، احنا ما لزوم. شو الصفه اللي بتحبها بالست ضحى الدبس يا ترى؟ بكلها بكل شيء فيها، بكل صفه. شوفي، اهم صفه عند هاي المخلوقه هي صفه الامومه، حتى معي زلك دائما بتقول لهم عندي بنتين وولد. الله يخليك، تسلمي. هاي صفه كثير مهمه، جدا مهمه، لانه انشانا ما بينها المراه هي التي تربي،
يعني قلت لك مثال انه انا مثلا كنت طول النهار مع بنتي وقاعده بحضني وطعميها وغسل لو نظف لها ولعبها وما بعرف شو كذا، بس تصل امها خلص كبتني وزتت حالها على امها. فاذا العلاقه هاي تنشا من لما بكون جنين ببطن امه، شلون زين هو هون من هون الاحساس. ليش الطفل الرضيع اللي كان لما امه بس تقرب عليه دغري من ريحتها بيعرفها من من من, من, من كثير قضايا. اذا هي صفه الامومه صفه عظيمه ما لا يعني، وهي اهم صفه عندها. كيف تعرفت على الصد ضحى وكيف عرضت عليها الزواج؟ رجعتك كثير لورا كثير. شوفي هلا انا كنت سنه ثالثه تقريبا او ثانيه ناجحه الثالثه، فلما هي اجت على المعهد تركت الهندسه واجت على المعهد. لاجل الصدف طبعا نحن بهذاك الوقت كانوا البنات قلال اللي عم يدرسوا معنا، فدائما بارزين واضحين. فمن خلال سلوكها مع طلاب مع زملاء مع كذا، انه هي عم بتوحد هذا الصف، هي دائما عم تجمع هذول الناس، هي دائما، فانه عندهم بالدفعه تبعهم كان في ثلاث بنات على ما اذكر يعني او اربعه ثلاثه، لا والله خمسه كانوا خمس بنات، فكانت هي بارزه بهذا الموضوع. ولاجل الصدفه طلعنا ساكنين بحاره واحده بركن الدين، شلون فصرنا نروح ونجي سوا، فتت بيتهم. هلا انا يعني كثير المساله الامومه او الزوجه اللي هي قادره، مو بس اللي تفرغ للبيت، لان ما بكى تفرغ البيت، انا ما طلبت من الست ضحى انه تفرغ للبيت، بس انه هي قادره تبني اسره، قادره تساعدك ببناء اسره، قادره تبني جيل لقدام. هذا احد الاسباب اللي خلاني كثير اتعلق فيها، ومن هون هذا السبب اللي خلاني اعرض عليها الزواج. وقت اللي عرضت عليها الزواج هي وين كنت؟ وتفاجأت ولا كانت هي حاسة بالموضوع؟ احنا مثل ما بنعرف البنات بيقولوا انه اذا مر الشب من قدام انا بعرف ليش. هي دائما هي كانت حاسة بصراحة، هي عرفت شلون؟ وانا كنت مو يعني ما بعرف، وبين الخجل وبين الخوف. وين بتتوقع نكون موجودين؟ بالسينما. والله بالسينما عرضت عليها؟ تخيلي مثلا كنا عم نحضر فيلم ولطلعنا من فيلم، قلت لها شو رايك؟ قالت لي حاسه عليك. الله يخليكم لبعض. استاذ جهاد، شو الصفه يلي بتكرهها بنفسك وبتقول انا عم حاول اني اطلع منها بس ما عم بطلع؟ انه انا بلحظات لما بعصب تفلت الامور من ايدي، يعني يلتغي العقل كليا معي، حتى ما بقدر اشوف. يعني شلون؟ مع انه يعني خففتها كثير 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 كثير، بس لحظات بتطلع يعني علي، عرفت شلون؟ وبرجع بقول لحالي انه ليه هيك عملت يعني، عرفت شلون؟ ليش هيك سويت يعني؟ انه ما كان في داعي يعني، فيك تحلها ببساطه، مع انه معروف عني انه انا كثير حكيم وكثير عقلاني وكثير كذا، بس كمان نفس الوقت عصب. اليوم الاستاذ جهاد لمين بيقول انا عتبانه عليك عتب محبه؟ لحالي. ليه؟ شوفي، لانه يعني للاخرين كل واحد حر بسلوكه الا لما بيغلط، وانت بتعتب ساعتها بعتب عليه عتب محبه لانه بحب يغلط. بس احيانا قلت لك هذا الموضوع مو بيد الانسان، يعني بني ادم اذا بده يكون دائما حكيم ودائما عقلاني ودائما كذا ما عاد بني ادم يعني، عرفت شلون؟ اما بعتب على حالي انه في كثير مواقف مثلا انه لازم كنت تكون يعني. خذي مثال مثلا عاطفي بالازمه السوريه، القنابل بالشام عم تنزل يمين وشمال، انا بلحظه كنت مضطر اكون برا دمشق، انه لحد الان بقول عم كيف تركتهم انا لاسرتي لحالهم؟ فبعتب على القضيه. سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ جهاد، وآسفة أكيد طولت عليك، بس أنت قامة فنية صعب أني كل يوم أقدر أشوفها. أستاذ جهاد، اليوم شو هي أمنيتك على الصعيد الفني وعلى الصعيد العائلي؟ على الصعيد الفني يعني بعد هذا العمر، بعد هذا الشغل وهي السنوات، شو بعد بدك تأملي يعني؟ ما عاد في هذا الحلم اللي إلا بحالة واحدة، أنه أنت يعني تحلم حلم غير معقول وما بتعرفي شو بجوز يتحقق، انك تسوي لك هيك فيلم
روح يعني باتجاه، مع انه مثلا كان يا مكان وصل للعالمية، يعني اخذ جائزة ثانية على العالم بمهرجان سينما الاطفال بألمانيا، يعني راح احكي بعد 92 93. اكثر من هيك شوفي ما عاد في شيء يعني. اما على الصعيد العائلي اتمنى انه الاولاد او البنات اقرب منا يرجعوا من دبي لعندك، يرجعوا هيك ويكونوا موجودين قراب منا، مع انه يعني اذا بدي احكي بمنطق خليهم يعيشوا حياتهم، لانه لما تجيش بتصير تتدخل فيهم بيقولوا لك وليه انت بتركنا تركنا نعيش الحياه. الله يخلي لك يا هون استاذ جهاد، اكيد بدي اتشكرك وشكرا انك اليوم اعطيتني من وقتك، وخاصه هو يوم استراحه لك وانت اليوم تواجدت معنا، فكل التوفيق واكيد ناطرينك بكل جديد، وان شاء الله نشوفك برمضان المقبل. تسلمين، شكرا لك وشكرا للمحطه، وبعتذر المشاهدين اذا كنا يعني طولنا عليهم.